device, insulated gate. Insulated gate bipolar transistor. لما بنطلع راح نلاقي الكومبوننت الرئيسي المستعمل اكثر مش البايبولر جنكشن ترانزستور، الانسوليتد جيت بايبولر ترانزستور. ايش ميزات البايبولر ترانزستور او البايبولر جنكشن ترانزستور؟ في هاي فولتج، هاي باور، كابابيلتي. بس احد المساوئ اللي فيه انه بدي احط فيه كرنت، مش هو كرنت دريفن؟ والكرنت دريفن بدي احط كرنت يكون اقدر اني اعمل امبليفيكيشن، فبدي مرات اضطر اعمل عدد من الامبليفيكيشن ستيجز. ميزه الفيت ديفايسز ميزتهم انهم ايزي كنترول ولهم كمان هاي انبوت امبيدنس. لاحظوا الجيت سورس كانت ريفرس بايست، ريفرس بايست معناها انها هاي امبيدنس ما تسحب كرنت وسهل اني اتحكم فيها. اذا جمعنا هذول الاثنين مع بعض نحصل على انسوليتد جيت باي بولر ترانزستور. الانسوليتد جيت باي بولر ترانزستور الرمز تبعها لاحظوا هون ان هذول معدولين على بعض، هاي مأخوذة من فكرة الموسفت. وهاي بنسميها بنضل نسميها كوليكتر، وهاي بنسميها ليميتر، لكن هاي شو بنسميها؟ جيت. لأن التركيب الداخلي لو هذا بدي اطلع على المودل الداخلي لهذا الديفايس، خليني اخذ هذا هون اخذته ام بي ان، خليني اخذه اي ام بي. خلينا مش مكون عن هذا في الدائره الخارجيه، هذا صار كانه تركيب، من ايش مكون؟ موسفت ترانزستور وبي جي تي، اخذنا باي بولر جنكشن ترانزستور ركبناه مع الموسفت. الدائره الدرايفنج اللي من برا هي صارت عباره عن موسفت، فلو شغلت الان الموسفت هذا راح تنزل مقاومته راح يصير كانه شورت سيركت بين هون وهون، مش هيك؟ اذا هاي النقطه شبكتها هون، شو صار عندي بالدائره هاي؟ صار عندي هون يمر بيس كارنت مضبوط بالنسبه لهذا الدائره. بي ام بي ترانزستور. اذا مر عندي هون بيس كارنت ايش بخلي بمرر هون؟ كوليكتر كارنت. تمام، بمر عندي هون كوليكتر كارنت من هون لهون، وصار بامكانها لو وصلت على الدائره الخارجيه مثلا، هي عندي لود هون، وهاي ممكن اشغلها. بصير انا هلا بشغل هذه الدائره، بشغل هذا المصفت، اشتغل المصفت، صارت هاي النقطه من هون هاي النقطه، سكرت هذه الدائره من هون اللي هي البيس، البيس ايميتر، هذا مضبوط هون عندنا هيك. اشتغلت عندي هذه الدائره من هون، فوصلت هذه بهذا الشكل واشتغل الكرنت من هون عندي ار لود. اذا احنا استفدنا من الهاي انبوت امبيدنس والايزي كنترولينج ارانجمنت هون، استفدنا من الهاي باور كيبل تبعت البي جي تي، صار عندي ديفايس اي جي بي تي خلص وقت. هاي